سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. كتفك وانا يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك، وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك.